الأوضاع لدي هي أكثر سوءا وأكثر ألما وأكثر وجعا. دائما ما كان يعتاد سكان قطاع غزة أداء صلاة الاستسقاء من أجل تسريع نزول المطر، لكن هم لأول مرة في حياتهم يتمنون ألا يسقط المطر. لماذا؟ لأن آلاف النازحين في هذه اللحظات يغرقون في أماكن الإيواء، ومع تساقط شدة الأمطار بات الكثير منهم الآن هو تحت هذه الأمطار الغزيرة التي تتساقط في كل مدارس الإيواء في محافظة خان يونس والوسطى وجنوب القطاع، والآن بدأت عدد من المدارس تغرق. إذا كنت أنا في مجمع ناصر الطبي وقد غرقت الشوارع هنا، فما بالك عندما نتحدث عن النازحين الذين يتواجدون في مدارس الإيواء في عشرات ومئات المدارس، وما زالوا أيضا في الطرقات وفي أماكن مختلفة، وهم الآن يغرقون بمياه الأمطار التي تنهمر بشدة كبيرة جدا. هذه هي صورة الألم والوجع لهذا اليوم من اليوم 39 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الآن الأمطار تتساقط ولا يجد النازحون مكانا يلجؤون إليه، لأن الكثير منهم قد قام بعمل خيام من الأغطية التي ينامون عليها يقومون بالاحتماء بها. الآن لا يوجد شيء يحتمون به سوى أنهم يجلسون تحت هذه الأمطار الكثيفة التي تتساقط عليهم. مجزرتين إسرائيليتين ارتكبتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعات الليل وفي ساعات الفجر بحق عائلتين، عائلة أبو جميزة وعائلة الأغا، وعلى إثرها تم انتشال 10 شهداء وأكثر من 20 إصابة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بفعل هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة. كثفت إسرائيل من غاراتها طيلة الأيام الماضية بحق محافظة خان يونس، وعلى إثرها نقلت أعداد كبيرة من المصابين والشهداء. وبين الحين والآخر بدأ السكان هنا يقومون بتشييع جثامين أقاربهم وعائلاتهم الذين استشهدوا بفعل هذه الغارات الإسرائيلية. أحياء سكنية كاملة تضررت بفعل هذه الغارات المتواصلة والمستمرة. لم يعد هناك منزلا في مدينة غزة أو في جنوب القطاع إلا وقد تضرر وتهشم زجاجه بفعل هذه الغارات المتواصلة. المنزل الذي لم يدمر هو تضرر بشكل كبير. الآن ومنذ ساعات الطواقم الطبية تبذل جهود كبيرة في محاولة إنقاذ حياة الكثير من المصابين الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، ويبذلون جهودا كبيرة في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك في ظل بدء نفاذ الوقود في داخل المستشفيات. ونلاحظ في الخلف منك محمد هناك سيارات نقل مكشوفة تقوم بنقل الناس في هذه اللحظة، لأن الظروف هنا صعبة جدا. نحن نتحدث عن أوضاع كارثية، سكان بالآلاف نزحوا من محافظة غزة وشمال القطاع إلى وسط القطاع وجنوبه، لم يحملوا معهم أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها فقط، لم يحملوا معهم مظلة تقيهم من الأمطار ولا ملابس شتوية تحميهم من هذا البرد القارس الذي يعني يضرب كل مكان في محافظات قطاع غزة. الأمطار منذ ساعات الصباح مليئة تمتلئ بشكل كبير ولم تتوقف بالمطلق، وهي تنزل بغزارة كثيفة جدا. هؤلاء السكان يعيشون ظروف قاسية وصعبة جدا، لأنه لا يوجد أي مكان بديل يلجأون إليه. حتى من هم في داخل المدارس أعدادهم كبيرة، في كل مدرسة نتحدث عن أكثر من خمسة آلاف نازح في المدرسة الواحدة وما يزيد، بعضهم من لم يجد فصلا محظوظ من وجد مكانا يحتمي به، لكن الأغلبية العظمى لا يوجد لها أي مكان تحتمي به من هذه الأمطار التي تتساقط بشكل كثيف جدا وشديد على محافظات جنوب قطاع غزة. نعم أيضا في مدينة غزة. نعم قبل أن نذهب إلى مدينة غزة الوسطى نريد أن نسأل، هناك 5000 نازح يعيشون الآن في مدرسة واحدة، ولكن محمد الدعور أخبرنا كيف يأكلون هؤلاء الناس وكيف يشربون وكيف يقضون حاجاتهم، إذن كيف ينامون أيضا وكيف يقضون كل ليلة وكل يوم؟ يعني بصعوبة بالغة عندما نتحدث عن النازحين الذين يتواجدون في محافظات جنوب قطاع غزة. بداية هم وصلوا كثير من النازحين ممن وصلوا لجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. الوكالة بعد يومين أو ثلاثة تقوم بتسليمهم كابونة غذاء هي عبارة عن معلبات ما بين أجبان وما بين
يعني الفول وما بين يعني التمر والسكر وأيضا طحين، ويقومون يعني بأكل هذه الوجبة الخفيفة على مدار يومين أو ثلاثة، لكن يعني هي بالنسبة لهم لا تكفي، لأن نحن نتحدث عن آلاف النازحين في كل مدرسة واحدة، المدرسة الواحدة بها أكثر من 5000. لكن الكارثة باتت لم تعد بالطعام والشراب، لأن الشراب أيضا الماء بصعوبة بالغة يمكنهم أن يحصلوا عليه. المشكلة في دورات المياه، لا يوجد دورات مياه بالمطلق، هم يضطرون للذهاب إلى مسافات بعيدة أو للاصطفاف في داخل المدرسة أمام حمام أو حمامين من أجل أن يحين دورهم في أن يدخلوا هذه الدورة المياه، والكثير منهم كبار سن وأطفال وهم لا يستطيعون الانتظار من أجل أن يحين دورهم في دورات المياه. من وصلوا من شمال القطاع ومن مدينة غزة لم يحملوا معهم سوى الملابس التي يرتدوها، لم يحملوا معهم لا أغطية ولا فراش ولا شيء يقيهم من هذه الأمطار. هم يعيشون ظروف غاية في الصعوبة وغاية في القسوة، لأن نتحدث عن آلاف النازحين قد فروا من هناك، وعندما نتحدث كيف ينامون ربما بعضهم يتناوب على الفراش من خلال واحد منهم ينام بالنهار والآخر ينام في الليل، لأن لا يوجد يعني لا يوجد فراش كافي لهؤلاء النازحين بالمطلق. والأنروا باتت تتحدث عن أقل من 48 ساعة وستوقف كافة خدماتها لهؤلاء النازحين. ليست الأنروا التي ستوقف خدماتها، إنما أيضا الاتصال والإنترنت سيتوقف يوم الخميس القادم، بمعنى أننا سنكون أمام كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث التي يعيشها السكان هنا في قطاع غزة. نتحدث أنهم فقدوا كل شيء، يعني أنا تواجد في مجمع ناصر الطبي، من يتواجد من النازحين هنا لا يستطيعون الحصول على رغيف خبز، ولا يستطيعون أن يقوموا هم أيضا بتجهيز يعني شيء من أجل تجهيز رغيف الخبز. نحن نتحدث عن ظروف صعبة وقاسية جدا، ومن يتواجدون هنا أيضا هم وضعوا الأغطية من أجل أن يحتموا بها، ولكن هم الآن يبحثون في داخل الأقسام المستشفى والجلوس بداخلها إلى أن يتوقف هذا المطر، وسيعودوا من جديد لأن يرى يعني أن يجهزوا مكانا ربما آخر أو أغطية جديدة، لأنها قد امتلأت بالماء ولم تعد يعني صالحة للاستخدام بالمطلق.